اليوريثرا وال والديزيز اللي بيجوا فيها. الموضوع اليورينري بلادر موضوع سهل مش صعب، مش هنطول فيه نص ساعه نخلصه ان شاء الله. الانفستيجيشن بلادر زيها زي القبر زي اللور، نفس البي بي تي والسونار والسي تي والام ار اي والراديو نيوكلياي، بس في حاجه تاني انفيزيف هي السيستوغرافي، يعني زياده العيان بنحينه بنركب له قسطره في اليوريثرا وبنحين صبغه. احيانا في حاجات بنشوفها في البلادر ما نعرفش نشخصها كده، لو انا عنده ريفلكس ما اعرفش اشخصه لازم نحينه ونشوف الريفلكس ده جريد 1 جريد 2 جريد 3، ده ايه اللي زياده في الانفستيجيشن بتاع اليورينري بلادر. طيب اليورين بلادر احنا قلنا وظيفتها انها بتكولكت اليورين من البوس كيدني وبعد كده ايه ديسبلاي اليورينيشن من خلال اليوريثرا، ماشي. بيقول لك ده هالو ستراكشر وماسكولار ستراكشر ديستنسبل يوسع وبتاع عشان يشيل كميه يورين كتيره، وبيدخل فيه البوس يوريتر يفضوا منه اليورين من الكيدني، واليورين اكزيت زي بلادر خلال اليوريثرا. البلادر دي عامله زي الهرم، البيز بتاعتها بيبقى الفندس والبوستيريول، الهرم مقلوب بس ماشي، البيز من فوق والابكس ايه من تحت ماشي. الفندس والبوستيريول هم بيعملوا الابكس بتاع الهرم، والنك بتاعت اللادر اللي تعمل ايه راس المثلث بتاعت الهرم. اليورين بلادر ايه الانومال اللي بتيجي فيها؟ في حاجات كونجنيتال زيها زي اي حاجه، زي الدايفرتيكولم والاكزيتروفي والريفلكس والبرزيستنت يوريكاس والفيستولا بين البلادر مع ايه مع الفاجينا او المولوب اللي جنبها. البلادر دايفرتيكولم واحنا قلنا دي بتبقى كونجينيتال او ايديوباثيك، بيبقى حته من البلادر حصل فيها حته ويكنس فعملت جيب جنبها. هو ايه المشكله بتاعته؟ ممكن العيان يجيله فيه ريتنشن، يجيله فيه ستون في الدايفرتيكولم، ممكن يجيله سيستايتس كتير. العينين بتوع الدايفرتيكولم اكتر حاجه بتضايقهم السيستايتس ماشي، ولو دايفرتيكولم كبير ممكن يعمل لك بلادر ايه اوبستراكشن في اليورينيشن ماشي. طيب الحاجات احنا قلنا عليها الديس اسباب كلها الدايفرتيكولم ماشي. لو عايز تقرا ادي مثال على السي تي عملنا، لو لقينا في هنا ايه ليفت بوستيري وول سمول دايفرتيكولم موجود في الايه في البلادر، وده محلنا صبغه، خد صبغه زيه زي ايه في البلا زيه زي البتاع. لو عملنا برون قلبنا العيان اهو موجود برضو ورا في نفس المكان ماشي. زمان قبل البتاع ده قبل السي تي بتاع كنا بنشخصه برضو بالاي في بي ماشي. احيانا برضو العيانين بيتولدوا بيبقى عنده بلادر اكزيتروفي، يعني البلادر في وايت سيبريشن بيسموها اكتوبر فيزايكا، يبقى في وايت سيبريشن في السيبس بيوبس وتلاقي البلادر خارجه بره. وفيلم اكتوبر فيزايكا بيقول في امتحان ماجستير كتير يحط لك فيلم كده بيوتي فيتلاقي السيبس بيوبس وايدنج، خلي بالك لازم تقول له في اكتوبر فيزايكا مع البتاع، انت يعني دماغك كلها تروح للستون وتروح مش عارف فين بقول استراكشر، لكن هو في الاخر بتلاقي العيان عنده اكتوبر فيزايكا زي الحاله دي، تلاقي البلادر خارجه بره البيلفس ماشي. الفيزايكا اوريتريك ريفلكس، احنا قلنا الريفلكس ده بيجي بيبقى عباره عن ايه؟ هو المفروض نورمالي اليورين يعدي من تحت من فوق لتحت، ما يحصلش العكس، لكن الريفلكس البلادر لما تتملي يرجع اليورين ايه من خلال اليوريتر تاني من بلادر لليوريتر من اليوريتر للكيدني ماشي؟ وهنشوف الجريد بتاعته ماشي؟ طيب ايه الكوز؟ بيقول ممكن يبقى كونجينيتال او يبقى اكوايرد ماشي. الكونجينيتال ده الموست كومنت، بيبقى فيه ديفيشنت في المصر الاخر اللي عند الانترا فيزايكال بورشن بتاع اليوريتر، او سكندري نتيجه عيان جاله نيوروجينيك مشكله حاجه نيوروجينيك، او جاله بلادر انستابيليتي، او جاله بلادر اوتليت اوبستراكشن فبيرجع ايه اليورين يعمل ريفلكس. الجريد بتاعته اهي 1 2 3 4 هوريك انا بس جريد بالصور احسن ماشي. ايه الانفستيجيشن اللي تعملها البتاع؟ نفس الكلام لو عين لكن انفستيجيشن اوف فيزايكوريتوريك ريفلكس لازم تكتب له الجمل كلها، البلين يو تي والاي بي بي لازم، حتى لو الحاجات دي ما بتعملش بس تكتبها له ايه كلها انت عشان تبقى انت وفيت البتاع ده. واليورين اناليسيز ومش عارف ايه والبلاد يوريا والسيرم كاريتينين، بس احنا كاشعه احنا لينا دعوه بالحاجات دي ماشي. حتى الريديو كلاس كانت تعملها. وادي الجريد، جريد 1 جريد 2 جريد 3 جريد 4. جريد 1 بيبقى ايه ريفلكس يمكن واصل لغايه نص اليوريتر، جريد 2 يبقى واصل اليوريتر كله بس ما هوش هيدروفروز، جريد 3 برضه بيبقى واصل الكيدني لكن معاه مايل هيدروفروز، 4 يبقى معاه مودريت هيدروفروز،
خمسه بيبقى ماركت هايدروفلوز، وده الشكل ايه بتاع الريفلكس. ادي جريد 1، جريد 1 ادي يا دوب حته من اليوريتر بس، ده جريد 2، ده جريد 3 فيها مايلد، جريد 4 فيها مودريت، جريد 5 فيها ايه؟ سيفير. هي زمان كانوا يقسموه 4 جريد لكن هو دلوقتي 5 جريد، ماشي؟ وقلنا بتشوف ازاي لازم تحقن العيان من ايه؟ من القسطره، تركب قسطره في اليوريثرا وتحقن العيان، لان لو اي في بي هتشوف ازاي الريفلكس ده مش هيبان، وتحقن العيان باللادر لما تتملي. نورمالي المفروض اي عيان نورمال ما عندوش ريفلكس اول ما تملي اللادر ما يحصلش ريفلكس خالص لليوريثرا خالص النورمال، لكن لو حصل ريفلكس بحته نص لغايه نص اليوريثرا جريد 1، لو حصل اليوريثرا كله ما فيش هيدرو فلوس جريد 2، لو حصل كله مع مايلد يبقى جريد 3، مع مودريت جريد 4، مع سيفير يبقى ده جريد 5، ماشي؟ ادي ده جريد كام مثلا؟ جريد 5 مع ماركت هايدرو فلوزز، شايف اليوريثرا قد ايه؟ ده جريد 5 مع ماركت هايدرو فلوز، ماشي؟ ده جريد كام؟ 4، ممكن يكون 4، غالبا 4 مودريت هايدرو فلوز، ماشي؟ ده برضه نفس الكلام، ده جريد كام؟ ده ميجا يوريتر ومعاه ريفلكس الاثنين، ماشي؟ يعني لو قلنا ده جريد 4 ماشي، غالبا جريد 4، نقول عليه ممكن جريد 4 لان هيدرو فلوز مودريت، ماشي؟ في برضه حاجات في الـ في الـ في البلادر دي حاجات رير شويه، اليوريكاس ممكن، اليوريكاس ده بيبقى اليوريكال سيس دي عباره عن ايه؟ فايبرس ريمنت في الالانتويس بتاع الكنال اللي بتوصل بتوين يورينري بلادر والفيتس، هيحصل لها بريزيستنس زي هنا، طفل يتولد ما تقفلش دي، فدي ليها كونكشن بالبلادر، فبيجي اليورين يدخل فيها ويعمل فيها انفلاميشن، ماشي؟ اسمها انفكتد يوريكال سيست، دي فيري ريل يعني ممكن تشوفها في الكلينيكال براكتس. احيانا البلادر فيها عنوم اللي محصل دوبليكيشن، انا معايا حاله، كان مره حاله في جاتني وانا في الشغل وعملنا له ام ار اي ولقينا في دوبليكيتد، تلاقي في دبل يورينري بلادر. ادي مثال اهو، كانت ام ار يو وفعلا فيها دبل اي يورينري بلادر، ماشي؟ برضه هادي ده دوبليكيتد يورينري بلادر، ممكن يبقى بارشل بقى كومبليت. الفيستولا برضه احيانا في يعني في يجي لك مامه الطفل تقول لك ده والله بتعمل يورينيشن بينزل من ايه؟ من الفاجينا او ينزل من الريكتر، فده نوع من الفيستولات ما حدش بيشخصه، لازم تحقنه ايه؟ تحقنه الاسندنج. حتى الام ار اي ام ار فيستولوجرام ما بيشوفوش كويس، لكن انت لما بتبقى حاجه صبغه وشايفها بعينك بتشوف الصبغه بتروح من مكان فلان فلان احسن، حتى هو في يعني ما فيش حاجه تعلى عليه في تشخيص الفزايكو فيجينال فيستر او فزايكو ريكتال فيستر، ماشي؟ بيبقى غالبا كونجنيتال ودي نتيجه حاجات تبقى العين عنده اي حاجه من كله فزايكل فيستر او فزايكو فيجينال فيستر. احسن حاجه تعمله الاسندنج، ادي عيان مثلا عنده صبغه، شايف الصبغه داخله فين هنا؟ في الفاجينا، ماشي؟ يبقى ده فيزايكو فيجينال فيستولا. هنا برضو نفس الكلام، عيان حقنت الصبغه في اليورينال بلادر دخلت الكولوم، ماشي؟ وفي جزء منها دخل الفاجينا، يبقى عنده فيستولا بين الفاجينا والبلادر وفيستولا بتوين البلادر والكولوم، ماشي؟ البلادر ستون زيها زي اليورينال سيستم ستون بالظبط، فيها ريديو اوبيك وريديو ايه لوسن، ماشي؟ لكن الراديو بيك بتبان في اي حاجه، لكن الراديو لوسيد بتبان في السي تي والسونار زيها زي الراديو بيك بالظبط، ماشي؟ دي اسباب البلادر. احنا في مصر اهم سبب للستون ايه عندنا في مصر؟ البلهرزيزس، انها بتعمل رافنينج للميوكوزا بتاعت البلادر او بتاعت اليوريتر او بتاعت الكيدني تيول، فبتكون الستون اكتر. لكن الحاجات الثانيه ممكن العينين دول على عين عنده اللارج بروستيت، يعني في عينين كتير مره فعلا انا شفت حركه الدكتور فعنده بلادر ستون، كل شويه يفتتها ترجع تاني، يقول لي طب ما فتتوها بيضحكوا عليا، فوديته لحد استاذ مسالك قال لي لا هو لا يمكن عمره ما يخف، لازم يعمل يشيل البروستيت، لان يعني هو البريدسبوزنج كوز موجود، فكل ما يشيل ستون هتتكون ستون تاني. فلو دي اسباب العين عنده دايفرتيكولوم وكل شويه يجي له ستون في البلادر، لازم تعالج السبب تكوين الستون، تشيل دايفرتيكولوم، العين عنده بروستيت لازم تشيل بروستيت، عين عنده نيوروجينيك بلادر تعالجها لو عرفت، لو عنده يو تي انفكشن لازم تعالج السبب هو اللي بيؤدي الى تكوين الستون. ودايما الستون البلادر دي لما تلاقيها كبيره جدا بيبقى كونجينيتال، دايما يقول لك مولود وهو مولود بيها بس وبتكبر كل شويه. ادي انا عامل بي يو تي شايف كل دي ستون بلادر مش صبغه، ماشي؟ ادي السي تي برضه دي ستون بلادر كبير، ماشي؟ ادي السونارا شايف ستون بلادر كبيره جدا وبديها باك شادو وراها، ماشي؟ ولو بصيت في الول بتاع اليورين بلادر بيبقى سيكند نتيكس ستايتس، وادي برضه دي ستون يورينري بلادر.
الانفكشن برضو سيستايتس كتير جدا. السيستايتس ودي كلينيكال دياجنوز برضو، بس احيانا برضو بتعمل له سونار ممكن تلاقي فيه فايندنج وممكن ما تلاقيش. بس مش معنى انك ما لقيتش مش سيستايتس تبقى سيستايتس. لو الباس اوفر 100 وكله كله والعيان عملت له سونار وتلاقي السيكنس بتاعه الاول اقل من 3 مللي، انت تقول والله انا سونوجرافيكالي ما فيش سيستايتس، لكن هو كلينيكالي برضو بيبقى سيستايتس. لكن غالبيه حالات السيستايتس بنشوف فيها كتير منها ايه، فيها فايندنج في السونار، تلاقي الاول سيكند وول والسي تي او السونار بيشوفه كويس. ادي سي تي في عيان بلادر في ديفيوز مارك سيكرنج في الول بتاع البلادر، ماشي؟ يبقى ده سيستايتس. هتقول لي طب والله ده ممكن يبقى تيوب، والله هقول لك ممكن في نوع من التيوب يجي ديفيوز، بس الكلينيكال بتاع العيان، عيان جاله اكيوت اونست ومش عارف ويورينيشن وفريكونسي، يعني عيان بيبقى يعني مش عارف يقعد على السرير يطلع الحمام، يعني عيني متعذب، يعني عذاب ممكن تتخيلوش. فكل الكلينيكال الكلينيكال داتا مهمه في تشخيص اي حاجه، ماشي؟ ادي عين عنده انفيزيمتاس برضه كوليستايتس، شايف في اير موجود في الول بتاع البلاطه في عيني الاميون كومبرومايز او العيانين بتوع الاتش اي في، ماشي؟ ادي برضه سيستايتس وفيها اير جواه، يبقى ده ايه؟ انفيزيمتاس سيستايتس، ماشي؟ في العيانين الدايبيتك بقى كتير والعيانين اللي عندهم اميون كومبرومايز، ماشي؟ ممكن السيستايتس تبقى كرونيك مش اكيوت. برضه الكرونيك سيستايتس بتشوفها في السونار دي كويسه، بتشوف في سيكنينج ما ديفيوز اول ثرو في حتت اكتر من حتت برضه ده ايه، والعيان بيبقى عنده سيمتوم تبقى ايه كرونيك سيستايتس. اليورينال بلادر نيوبلازم برضه الموضوع مش صعب. اكتر حاجه احنا قلنا ترانزيشن سيل كارسينوما عشان الاي بي سي دي بتاع البلادر، ف 90 او فوق 90% بيبقى حالات البلادر دي ايه. لكن الحاجات الساركوما والحاجات الباقي دي كلها حاجات رير، لكن اكتر حاجه ترانزيشنال سيل، وقلنا ممكن تبقى مالتي فوكال او يونيفوكال، ماشي؟ والستيجنج بتاعها برضو ايه، يعني تي اكس يعني ما فيش تيومر، تي زيرو ما فيش حاجه، تي اي يبقى نون انفيزيف بابيلي كارسينوما، دي كارسينوما ان سايتو ودي تيومر سب ايبيثيليال. مش مهم التقسيمات البتاع ده، انا اوريها لك على الصوره احسن، لكن هي ال الموضوع الاستيجنج برضو ما يعني حدش بيكتبه كتير في الامتحان في التقرير، بس هو المهم الليمف نود ما فيه متاس ولا ما فيهوش. نفس الاستيج الليمف نود قلنا لو ان 1 يبقى فيها الليمف نود واحده، لو ان 2 يبقى اكتر من الليمف نود. هنا المتاس يا فيه يا ما فيش، الام 1 فيها ديستانت، الام 0 ما فيهاش متاس. ودي الصوره الاستيجنج، ده ستيج 1 ده ستيج 2 اي 2 بي تي 3 تي 4 ده انسايت كارت تي اي اس تيومر انسايت، ماشي؟ ده الاستيج ده، يعني الصوره دي معبره لو انت عايز الحجم ده بيبقى كذا، ده كونفايد للميكوزا، ده بيدخل سب ميكوزا، ده بيدخل في المصل لير، لو انت ده بيدخل لغايه السيروز. لو عايز تقراهم اقراهم، انا شخصيا ما بكتبش ستيجنج في الـ في الـ في التقارير. ادي عيان مثلا في عنده في ليجن موجود في الديستال يوتر، ده انفيرتد بابلوم، عملوا له بتاع ده طلع انفيرتد بابلوم. طيب عيان ده برضه في البلادر هيمنجيوما، يعني في ليجن موجود انهانسد فشالوه طلع هيمنجيوما، بس انت لو جالك في هتكتبه هيمنجيوما في البتاع ده صعب، هتسيبه مالجنانت ناس، لكن هم شالوه طلع هيمنجيوما، حظ العيان طلع كويس، حاجه مش هياخد فيديو ثيرابي ولا ياخد كيلو ثيرابي، لكن فيري رير. انا يعني عمرك ممكن ما تقابلش عمرك في حياتك، بس هو قاعد شالوه طلع هيمنجيوما في البتاع ده. برضه في البلادر في حاجات رير اسمها باراجانجليوما، يعني برضه شالوا الماس الموجوده جوه البلادر طلعت ايه؟ برا جانجليوم. برضو نفس الكلام ام ار في عيان عنده بلادر ماس كبيره طلعت برا جانجليوم، نفس الكلام. والله يوم يوم في البلادر برضو رير، لكن احنا للاسف من كتر ما بنشوف كل حاجه مالجنت مالجنت، اي حاجه بتيجي نكتبها ايه؟ انها مالجنت. لكن لو انت طلعت في البيوبسي طلعت انها مش مالجنت، يعني مش هيلومك قوي في اصل البلادر كمان فيها ميزه، كل التيومر بتاعت البلادر بيدخل بالسيستوسكو بياخد بيوبسي قبل ما يدخل يعمل عمليه، فدي ميزه كويسه. ما هو لو دخل خد بيوبس وطلعت بناين ما طلعش مليجن يبقى خير وبركه، لكن لو انت كاتبها مليجن وطلعت بناين مش يعني مش مش هي مش مش هتلام قوي على الموضوع ده، ماشي؟ برضه في العينين نيور فايبروماتوز احيانا تجيب الليكسيفورم نيور فايبروما في البلادر، لو عين نون نيور فايبروماتوز تايب 2 برضه دي من الحاجات اللي بتيجي في البلادر، ماشي؟ احيانا دايفرتيكولم نفسه يجي فيه تيومر، يعني عيان عنده دايفرتيكولم في البلادر شايفه اللي موجود على الرايت سايد، لكن طلع فيه تيومر جوه الدايفرتيكولم. احنا قلنا الدايفرتيكولم من الحاجات اي حاجه فيها انومالي يبقى فيها الانسيدنس اوف تيومر او ستون فورميشن اكتر من النورمال.
برضو اليوروسيليال تيومر، ادي مس ترانزيشن سيركاسيوما واخده اللاترال وول الليفت لاترال وول بتاع البلادر كلها، وادي هنا برضو هنا واخده الناحيه الشمال. ولو بصيت هتلاقي اليوريتريك اورفيس متاخده في الليفت سايد. ماشي. برضو انفيزيف بابيليا كارسينوما في الام ار اي واخده وانفيدنج الماسكولار ليه، لكن مش طالعه بره السيروز. ماشي. فده بالام ار اي برضو بتشوفه كويس. سي تي برضو عادي اهو، بابيلاري يوروسيليال كارسينوما ترانزيشنال كارسينوما ناحية كذا واحده مالتي فوكال في البلادر، معناها في البلادر بس، فتبقى مالتي فوكال. اليوروسيليال تيومر مالتي فوكال، ما تكتبهاش متاسيه. لو جالك تيومر موجود في اليوريتر وموجود في البلفز وموجود في البلادر ما تكتبوش متاسيه، لا ده يوروسيليال تيومر بيبقى مالتي فوكال. ماشي. كتير بيبقى في، ممكن تشوف العين في كذا حته لانه بيبقى كذا واحده. ماشي. ادي برضو ماس كبيره في اليوروسيليال تيومر ترانزيشن سيركاسوما باينه كبيره، وانفيدنج المصل لاير كلها تحطها في الستيج بتاعتها. ادي برضو نفس الكلام الام ار اي، وادي ماس واخده ايه؟ واخده الليفت لاترال والدوم اوف ذا بلادر، وعامله انفلتريشن لكل وول وطالعه بره الول وطالعه في السيروزا مثلا جريد 4. ماشي. الدوره على الديستنت تست بس معاها ولا لا قبل العيان ما ياخد قرار انه يشيل البتاع ده. برضه شايف ده انفيجر مع اليا كليمف نود، يبقى ده ستيج كذا وان كذا، يعني تكتب انه ستيج رقم 4 ومعها ان 2 او ان 1 في الليمف نود. ماشي. برضه نفس الكلام بلادر ماسا ومعها ليمف نود ايه، وزي ما قلنا ممكن تبقى سمول بلادر ماس وتلاقي معها ام 1 وما تلاقي معها ان 2 مثلا، يبقى دي ستيج ما تحطهاش ستيج 1 ولا ستيج 4 عشان معاها المتس مع الليمف نود. ادي برضه ماس يوروسيليال تيومر واخد الليفت لاترال وول انفيدنج الول وطالع بره الول، هتحط ده برضه سكوما. دي سكوما سيل كارسينوما، دي رير بتيجي في البلادر، سكوما سيل كارسينوما او الساركوما رير قوي في البلادر. ماشي. ادي برضه سكوما سيل كارسينوما كبيره واخده انفيدنج الول وطالعه بره الول في الفات بلين حوالين اليورين البلادر. ادي برضه انفيزف سكوما سيل كارسينوما واخده البلادر كلها، مش قادر البلادر ما فيهاش كافيتي خالص. ماشي. فكل بلادر متاخده وخارجه واخده الول واخده النص كلها واخده انكور ماركت انكروتش بتاع البيري فيزيكال فات بلين. برضو الادينو كارسينوما رير قوي في البلادر، لكن ممكن تيجي واخده ديفيوز واخده البلادر كلها. هذه برضو اللخبطه بينها وبين السيستايتس، بس انت بتفرق بايه؟ بالكلينيكال. انت السيستايتس بيبقى جاي اكيوت بتاع، لكن لو شفت ديفيوز ماس وفي دي بتبقى ادينو كارسينوما برضو ممكن ايه، لكن ديفيوز سيكنج في البلادر ممكن يبقى تيومر، بس هو اللي بيفرق الكلينيكال برزنتيشن. برضو سموث سيل كارسينوما ممكن تيجي في البلادر رير، والكارسينويد تيومر برضه ممكن يجي في البلادر، يعني الحاله دي اتشالت وطلعت كارسينويد تيومر بس ده رير برضه. واللايوميوساركوما برضه بتيجي في البلادر بس فيري فيري رير. ماشي. يعني من ضمن الحاجات والبترويد، سواء بترويد ده رابدوميوساركوما ممكن برضه تيجي في اليوريناري البلادر. الليمفوما برضه ممكن تيجي في البلادر ممكن، بس احنا ما شخصهاش الا لو عيان عنده في ايه؟ عنده هيستوري اوف ليمفوما. ماشي. ده كل الحاجات بتاعت اليورين بلادر، بس هو اكتر حاجه اليوروسيليال تيومر او ترانزيشن سيل كارسينوما هو ده الموست كومن، لكن الباقيين كلهم سكويبس لايمر ساركوما سمول سيل ساركوما اديو ساركوما كلها حاجات دي رين، دي توصل 1% تتمثل 0.5%، لكن الموست كومن هو مين؟ ترانزيشن سيل كارسينوما. اخر حاجه اليوريسرا، احنا قلنا اليوريسرا في الميل طولها 20 سم وفي الفيميل 4 سم. ماشي. وتقسيمتها في الميل ليها ثلاث اسماء، اليوريسرا فيها بروستاتيك وممبرينس او بينايل، ده بتاعت الميل. والفيميل بتبقى 4 سم وبتبقى كونكتد بتاع ده باي كونكتيف تيشو انتيريور تو ذا هول اوف ذا فاجينا. ماشي. واليوريسرا بيجي فيها حاجات برضو، يجي فيها تيومر برضو، ممكن يجي فيها كارانكل، وممكن يجي فيها مالجنت وبناين تيومر، ممكن يجي فيها ستون برضو زي اليورينري بلادر بالظبط، بس رير من الحاجات تيجي فيها، لان العيان الاول ما تيجي له حاجه في اليوريسترا بيجي لك يجري، فبتتلحق يعني بتلحق لو جاله ستون او جاله حاجه ما يعرفش ينام بالليل، فلازم بيجي تتدخل انت ايه تشيلها. والتيومر بتيجي يا بناين يا مالجنت برضو زي اليورينري بلادر. لكن الكارسينوما اليوريسترا الكارسينوما رير، ممكن تيجي في البروستاتيك او الممبرينس يوريسترا، بتبقى غالبا ترانزيشنال سيل وغالبا اسوشيتد مع مين؟ مع بلادر تيومر. ماشي. هنشوف حالات مثلا، ودي التقسيمه بتاعتها نفس الستيجنج بتاعها زيها زي الان 1 والتي 1 زيها زي الستيج بتاع البلادر بالظبط. بنعمل ايه الانفستيجيشن اللي بنعملها؟ ريتروجريد يوريستروجرافي او اسندي بنسميه، هو نفس الاسم. نجيب العين نركب قسطره، وكان في زمان حاجه اسمها نوتسن كلام كده، جهاز كده يمسك اليوريسترا من قدام كده، وفي بتاع كده وبنحقن وصبغه ونشوف اليوريسترا كلها.
بتبان كلها كويسه ما عدا البروستاتيك بيقول لها فويدنج، لان البروستاتيك بتبقى البروستاتا عامله لها كومبريشن، لكن لما يجي لها يعمل فويدنج بتفتح فبنشوفها كويس. يعني كل اليسرى بتاعت الميل بنشوفها السيلنج ما عدا البروستاتيك بورشن، لكن في الفويدنج بنشوف مين الاحسن البروستاتيك بورشن بتاع اليسرى. ماشي، ادي مثال هنا عاملين له السيلنج، وهنا ادي البالون ومركبين له قسطره وحقن ادي البتاع، وادي الفويدنج ده باين اليسرى وكاتب لك اسماء اللي عليه، ده بروستاتيك، ده ممبرانس، ده حاله نورمال. ماشي، ايه الحاجات اللي تعمل فيها سيتوجرافي؟ ده لو في اي حاجه من الحاجات الموجوده دي، حاجه انترفيزايكال، حاجه في الـ في الـ في اليوريسترا، ايا كان. ماشي، ماشي، ادي عيان مثلا عملنا له ده فويدنج سيستوريستوجرام، العيان بتدي له حاجه يعمل فيها يورينيشن، واثناء هو بيصور انت معاك السكرين بتصور وهو بيعمل ايه يورينيشن عشان تشوف بروستاتيك يوريسترا. الفويدنج ده ميزته بس انه يشوف البروستاتيك يوريسترا بس. ادي عيان عملنا له ايه اسندنج يوريسترجرام، ايه اللي انت شايفه ابنورمال؟ في ستريكشر سيجمنت موجوده في الممبرينس يوريسترا، ايه سببها؟ الان عنده جونوكوكا اليوريسترايتس وهيلد باي ايه؟ باي ستريكشر. وده من العينين دول بيقعدوا يدخلوا في عذاب، يقعد يعمل له دايلاتيشن، يجي يعمل له تاني لغايه ما يوصل لمرحله انه يبقى اليوريسرا الكاليبر بتاعها كويس. ادي برده عيان عامل له اسيندنج، لو بصيت هتلاقي فيه لونج سيجمنت اوف ايه؟ اوف ستريكشر يوريسرا في الجلوكوكا انفكشن. احيانا برده ريترو جريد يوريسترجرام ممكن يشوف لك سيجمنت في اليوريسرا كلها حواليها ايه؟ فايبرس تراكت، يعني حصل فيه ليكج فيها. ماشي؟ ده احيانا بتشوفه حالتين، لو العيان عامل ترانس البروست احيانا مش بقى ترانس بتاع ترانس يوريسرا، فبيقعد الدكتور يقطع في الباوتش يشيل في البروست حواليها، فتلاقي لما تحقنه اسنك تلاقي الصبغه جت في مكان العمليه. او لو العيان جاله ايه؟ جاله بتاع ده، جاله مالتيبل فيستولا تراك ايا كان سببها، فحصل اكسترافيزيشن للضاي بره اليوريسترا. ادي عيان برضو عمل له بتاع ده اسندنج وشاف في مالتيبل فيلينج ديفكت جوه الايه؟ اليوريسترا. ماشي؟ طلع كون دايلوما اكيوميناتا، حاجه جرانيولوماتس ديزيز يعني. ادي في ميل وعاملين لها اسندنج في دايفرتيكولم موجود فين؟ في اليوريسترا، ده اللي مشاور عليه بالسهم. ادي برضو ميل عامل له ريتروجريد يوريسترجرام يعني اسندنج. لو بصينا هنا هنلاقي في ايه؟ دايفرتيكولوم سباير موجود في اليوريسترا. ماشي؟ ادي برضو عيان معمول له اسندنج وفي برضو دايفرتيكولوم موجود في اليوريسترا، بس ده ام ار اي مش اسندنج. ادي برضو عيان عنده ستونز مالتيبل ستون في اليوريسترا مش راضيين ينزلوا، فالدكتور مش عارف ايه السبب مش راضيين ينزلوا ليه، فعمل له ايه؟ اسندنج، باينين فيلنج ديفكت وباينين انهم ايه؟ ستون، بس ريديو غالبا، غير ريديو ستون غالبا، لانه لو ريديو بيك ما كانش يعمل له اسندنج. برضه عيان عنده اهو لونج ستريكشر سيجمنت في اليوريسترا ومعها شولدرنج ومعها بتاع ده، يبقى ده ايه؟ تيومر، طلعت سكويمر سيل تيومر في اليوريسترا. برضه سكويمر سيل تيومر هذا هو معمول له ام ار اي، ادي الماس باينه في الام ار اي في السيجيتال فيو كويس وفي الكورونال فيو في الام ار اي. سكويمر سيل برضه ادي في فيلنج ديفكت في ميل وعامل لها فويدنج يوريسترا جرام، فلو بصيت في فيلنج ديفكت موجود فين؟ في اليوريسترا، فده طلع سكويمر سيل كارسينوم. ممكن هاي جريد كارسينوم ممكن تيجي برضه في اليوريسترا، مثال عيانة في ميل يوريسترا وسيرجيكالي ريموفد، بعد كده لما عملوا لها بتاع ده سي تي طلع فيه برضه ماس موجوده فين؟ في اليوريسترا بتاعتها. ادي برضه عيان عنده يوريسترا الميتاس فيري رير، يعني ممكن عيان معروف عنده تيومر كذا وعنده مشكله في الميكتوريشن، مش يعني عنده بين وبتاعه ما بيفضيش كويس، عملوا له السنج طلع فيه ماس، الماس دي شالوها طلعت ميتاستاسيس فين؟ في اليوريسترا. ماشي؟ اخر حاجه البلادر انجري، احنا قلنا البلادر لما بيحصل لها انجري البلادر فيها جزء انتربلوتينين وجزء ريتربلوتينين، فعلى حسب الانجري ده بيجي في انهي جزء. البلادر انجري لو جالك في العيال لازم يبقى الكلاسيفيكيشن بتاعه تقول ده انتربلوتينين رابشر ولا انترستيشن ولا اكسترابلوتينين، على حسب ايه الـ المكان اللي حصل فيه الرابشر بتاع البلادر.
ماشي، بتشخصه ازاي؟ ممكن تعمل سيستوجرافي او سي تي سيستوجرافي، بس هو دلوقتي السي تي احسن عشان العيان ما يبقاش عيان واخد تروما، ودايما بلادر رابشر ده بيجي بعد تروماتيك حادثه عربيه ولا بتاع، فبتشوف بالسي تي احسن من الايه، من البتاع العيان ما يخف والفراكشر عنده، فبتعمل له ادي سيستوجرام في انترابريتونيال بلادر رابشر، تلاقي البلادر رابشرت وادي حواليها ايه الكونتراست خارجه منها. الاكسترا بريتونيال رابشر ده برضو ممكن تشخصه برضو بالاسيندنج او بالسي تي برضو، ماشي. ممكن بيرفوريشن ممكن يحصل في البلادر نتيجه المناظير بيعملوها، ممكن تشوفه برضو ده، برضو ده اكسترا بريتونيال رابشر، يعني البلادر رابشرت والسبب خرج بره اكسترا بريتونيال، فده نوع من الايه اكسترا بريتونيال البلادر رابشر. بيقول لك في مولر توس ساين، شكل البلادر عامله زي الدرس المولر توس، ماشي. ده برضو اكسترا وانترا الاثنين كومبايند رابشر، انترا واكسترا بريتونيال رابشر. اليوريسترال انجري نفس الكلام، تروما برضو ممكن يحصل فيها انجري، بس احسن حاجه لازم تشخصها يا ام ار اي يا اما تشخصها بالاسندنج، هو الاسندنج احسن بالنسبه لك. وده الكلاسيفيكيشن في اليوريسترال انجري، جريد 1 جريد 2 جريد 4 لو عايز تقراهم. وادي عيان مثلا عنده، ادي اهو معمول له بتاع ده تروما وجاله ايه تايب 1 انجري في اليوريسترا، ماشي. ادي برضو عيان برضو تايب 1 انجري في اليوريسترا، ده برضو حصل فيه برضو ايه اكسترا فازيشن، غالبا ده تايب 2 انجري في اليوريسترا، ده برضو حصل اكسترا فازيشن، اليوريسترا فرقعت وحصلت السبقه كلها خرجت حوالين البريوريسترال سبيس، برضو تايب 2 انجري، ماشي. ده برضو اليوريسترا هنا حصل فيها انجري والسبقه مش طالعه خالص، غالبا حصل فيها كومبليت انجري، فده غالبا تايب 3 ومعها فراكشر وعامل العيان ايه، عامل تثبيت للسيبس بيوبس بون. ده برضه نفس الكلام انجري في اكسترا بوزيشن للبيري يوريسترال سبيس. ده اخر جريد من اليوريسترا، البلادر نيك والبروكسيمال يوريسترا فيهم الاثنين انجري، ده جريد 4 مع اكسترا اكسترا بريتونيال واكسترا بوزيشن في النيك بلادر، في لو هتسمعها تلاقي البلادر بيطلع من حوالين النيك منها سبب، وده برضو تايب اي في نيك مع يوريسترا، ماشي. لو انت عايز انترست بيه اقرا الجدول الجريد 1 وجريد 2 وجريد جريد 3 وجريد 4، ماشي. برضو نفس الكلام نيك مع يوريسترا يبقى جريد 4، ماشي. كده احنا خلصنا ايه سريعا، بس عشان الكلام ما فيهوش حاجات، في حاجات كتير احنا ما بنشتغلهاش قوي.